على عجلة من أمري، فهل أنتم مستعدون لتلبية طلبي؟ مستعدون بإذن الله. إذن انتظر. تفضل، خذ، هذا هو طلبي، أرجو الإسراع في تحضيره. حاضر. لا تنسى التمر المحشوة بالفوندان. أبدا لن أنساه. يا ساتر. ادخل يا بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بائع الحلوى يريد العجوة بسرعة. لا بأس. هل نبدأ الآن؟ حالا. هل قال لك شيئا عن محتوياتها؟ كيف يا أمي؟ هل يريدها باليانسون، بالسمسم، بالبندق، باللوز؟ لا، لم يذكر شيء. ما رأيك أن تسأله عن حاجته حتى نعرف؟ ولكن يا بكر، لا يوجد لدينا تمر. والعمل؟ ما رأيك أن تذهب إليه وتسأله عن حاجته، وإذا كان لديه شيء من التمر فاشتريه لنا. أمرك يا أمي. يا إلهي، كيف نسيت؟ لو كان التمر موجودا لنزعت النوى وصنعت العمل. مظروف آخر؟ من الذي يرسل هذا المال كل شهر يا ترى؟ غير مهم، هذا رزق جديد لأم أحمد المسكينة. أنت لا تنفع في عملي شيء. أنا يا مريم؟ أنا؟ قلت إنك ستعمل مع أمي في صناعة التمور، وها أنت تذهب إلى وظيفتك وتعود وتجلس بجواري. أنا أحاول أن أرتب أموري بعض الوقت لأتفرغ للعمل. متى؟ متى يا رضا؟ ولماذا لا تساعدينها أنت؟ كريمة هي التي معها في العمل. وأين أترك أولادنا؟ كما أن كريمة ليس لديها أطفال يشغلونها كما يشغلني أطفالك. أطفالك؟ إنهم أولادك أيضا يا مريم. نعم، ولكن ماذا أفعل؟ أريد أن أساعد أمي، والمصيبة أنك تريد 10 أطفال. نعم، أريد 10 يا مريم، وكفى شجارا. يا أم سالم، يا أم سالم، يا أم سالم، أين أنت يا أم سالم؟ يا أم سالم. يا بكر، اخفض من صوتك. أين كنت؟ لقد انشغلت عليك. لقد ذهبت لبعض شأني. ها؟ هل سألت الرجل؟ أجل، يريدها بالبندق والجوز. حسنا، وماذا عن التمر؟ لم أجد منه شيئا في السوق، ولكني وجدت ثمارا في بداية النضج. لا بأس، إنها تصلح للعجوة. إذن سأذهب إلى السوق وأشتري ما نريد. واشتري لنا أيضا بعض الجوز والبندق. حسنا. إلى أين يا بك؟ إلى السوق. دون نقود؟ صدقت يا أمي. ادخل وخذ ما تحتاج من النقود. لا عليك يا بكر، سأرد على الطالب بنفسي. نعم، هذا هو بيته.
من المتكلم من فضلك؟ أعلم أنك طلبته من بكر، لم نبدأ في صناعته بعد. إن شاء الله، إن شاء الله. مع السلامة. سامحك الله يا بكر. ألو، أهلاً 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 يا سالم، كيف الحال؟ أهلاً بك. ألو، ماذا تريد يا سالم؟ ماذا تريد بعد أن تسببت في موت أبي؟ أتي. ألو، مرحباً يا سالم، كيف الحال؟ ماذا؟ أمي، لقد أحضرت التمر والجوز والبندق. ضعه عندك وتعال يا بكر. بكر، لماذا لم تخبرني بضرورة صناعة التمر المحشو بالفندان؟ لقد وضعته في القائمة التي أعطيتك إياه، ولكنك لم تخبرني بأن الرجل في عجلة من أمره. معك حق يا أمي، لقد نسيت. شكرا لك يا ولدي. بإذنك. كريمة، خذي بعض التمر وأنزعي القشرة والنوى. ولكن يا أمي، كيف أنزع النوى؟ بالضغط عليه بالإبهام والسبابة. والقشرة؟ القشرة ستخرج من تلقاء نفسها، أما إذا كانت الثمرة صلبة فنستطيع نزعها بالسكين. انظري من الطارق يا كريمة. أمرك يا أمي. من؟ من بالباب؟ افتح يا كريمة، أنا رضا ومعي مريم. يا أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا كريمة؟ الحمد لله يا أختاه، تفضل. يا أمي، يا أمي. نعم يا كريمة. رضا ومريم في انتظارك. تعالي نجلس معهما. لا يا أمي، اجلسي أنت معهما واتركي أمر ما نفعله لي أنا. بارك الله فيك يا كريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أمي؟ بخير يا ابنتي. كيف حالك يا خالتي؟ بخير يا ولدي، بخير. أما زلت تعملين في صناعة المأكولات؟ نعم يا رضا، وأنا سعيدة بها، قانعة بما يرزقني الله منها. ولكنه عمل شاق يا أمي، كنت أتمنى أن أجد الوقت الكافي لمساعدتك كما وعدتك من قبل. أما أنا فسوف أعمل معك بإذن الله بدون انقطاع. في الحقيقة أنا في حاجة لمعاونتكما، وسوف يدر عليكما هذا العمل ما تحتاجان إليه من مال. أسمعت؟ نعم. الناس في السوق من كل حدب وصوب يطلبون احتياجاتهم من هذه المأكولات، ولا بد أن نتعاون جميعا، فهذا فيه خير لنا ولكم. سأحاول يا أم. أما أنا سوف أكون طوع أمرك. ولكن يا أمي، هل أنت سعيدة بهذا العمل الشاق؟ أجل، ما دام الضمير مرتاحا. ما دام الضمير مرتاحا فلا مانع عندي أن أبحث معك موضوع سالم. سالم؟ ما به؟ الحقيقة يا أمه، اتصل بنا هاتفيا وشعرنا من صوته أنه مضطرب نفسيا لغضبك عليه. هذا ما طلبه هو؟ نعم. ما رأيك لو طلبنا منه العودة مع زوجته؟ إنه يحبك. هذا لا يمكن، إنه من رابع المستحيلات. خالتي، الحقيقة لم أعهدك بهذه الصلابة. لو أنه يحبني كما تقول لطلقها وعاد فورا، وله علي أن أزوجه بفتاة تليق به، أما أن يتزوج بفتاة أجنبية فلا وألف لا. ولكن اسمعين، هذا هو موقفي. ونخسر أخانا يا أماه. لقد خسرت من قبل جسر هذا البيت، صالح رحمه الله، فما يضيرني لو خسرت الجسر الثاني. كفى يا أمي، كفى. هذا الكلام ليس من قلبك، ويشهد حزنك على ذلك. هذا الموقف
هو الذي دفعني لاتخاذه. أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينني على فراقه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى أين وصلت يا كريمة؟ لقد نزعت النوى والقشر كله. بارك الله فيك يا ابنتي. والآن يا أمي، ما هي الخطوة التالية؟ قبل ذلك، هل دونت كل ما أمليته عليك؟ لا، هذه عملية سهلة لا تحتاج إلى تدوين، سأحفظها عن ظهر قلب. نحتاج الآن إلى أن ننشر التمر على السطح ليجف. إذن فنحن نحتاج إلى حصيرة يا أمه. وغطاء أيضا. ولما الغطاء ونحن سننشر التمر تحت أشعة الشمس؟ الغطاء يستخدم في الليل فقط يا ابنتي. ولمدة كم يوم يبقى التمر تحت أشعة الشمس؟ حسب حرارة الجو، أقصاها 7 أيام. إذن سأذهب لأباشر نقله إلى السطح. لا يا كريمة، دعي بكرا يقوم بهذه المهمة. خذي هذا اللوز وضعي عليه قليلا من ماء الزهر. أين ماء الزهر هذا؟ في الدولاب يا ابنتي. اسكبيها على المزيج قليلا قليلا يا ابنتي. ما هذا المزيج الذي يغلي على النار يا أمي؟ استمري في السكب يا كريمة. يتكون هذا المزيج من سكر الجلوكوز والسكروز ونصف لتر من الماء. استمري في السكب يا كريمة. لم يبقى من اللوز المدقوق شيء يا أمي، سكبته كله. حسنا، أحضري لي تلك الزجاجة. هذه؟ أجل، هذه يا ابنتي. خذيها وضعي قليلا منها على المزيج ثم انظري كيف يتبدل اللون. إذن هذه الزجاجة تحتوي على اللون فقط. أجل، وهذه ما تسمى بخلطة الفوندان. هذه هي؟ ولكن لم أرك تضعين شيئا من التمر فيها يا أمي. لا يا ابنتي، لم يأتي دور التمر بعد. اترك المزيج حتى يبرد. هذا عمل اليوم فقط؟ لا، ولكنني متعبة قليلا. إذن اذهبي أنت يا أمي وخذي قسطا من الراحة. لا عليك يا ابنتي، نستطيع استكمال العمل غدا. بل أستطيع أنا أن أقوم بالعمل إن أنت أرشدتني إلى طريقة صنعي. حسناً، خذي قليلاً من التمر وقشريه ثم انزعي النوى، وفي الغد نستكمل العمل بإذن الله. أمرك يا أمي. أنا يا كريمة؟ أنا؟ لم أقل ما يغضبك، بل أخشى أن تكون مساعدتي لأمي هي التي أغضبتك. لا، لا تقولي هذا ثانية يا كريمة. شيخة أختي وبمثابة أمي، وهذا البيت قد ترعرعت فيه ونشأت. يا لك من رجل كريم،
ولكن يغضبني شيء واحد. ما هو؟ إصرار هذه السيدة على العمل رغم تقدم سنها. إنها محبة جدا للعمل، والحمد لله فصناعة التمور وجدت رواجا واسعا عند تجار البلدة. كريمة، يا كريمة كيف حالك؟ الحمد لله يا أمي. تفضلي تفضلي. ما الذي أتى بك اليوم؟ أسبوعان فيهما الكفاية، ولكن هناك ما هو أهم. خيرا يا كريمة. قد أكون حاملا يا أمي. صحيح؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. مبروك مبروك يا كريمة. لما البكاء يا أمي؟ إنها الفرحة يا كريمة، الفرحة. كيف تسير معك الأيام؟ الحمد لله، وبكر ما زال يساعدني. يا ساتر. تفضل يا بكر تفضل. من؟ كريمة، كيف حالك يا كريمة؟ الحمد لله. كريمة ستنجب لنا طفلة صغيرة لنزوجها لصالح الصغير. سيكون لها نعمة الزوج. أتريدين شيئا يا أمي؟ شكرا يا ولدي. بإذنكما. تفضل. كريمة سأذهب إلى المطبخ لحشو التمر بالمزيج. لا يا أمي، ابقي أنت هنا وأنا سأقوم بالعمل. لا لا، أنت لازلت عروسا وضيفة عندنا. ألم أقل لك يا أمي أسبوعان فيهما الكفاية؟ أمي أين التمر؟ ستجدينه على الرف في المطبخ. لا تنسي، يجفف التمر أولا ثم يوضع في الوعاء. وما الغرض من وضعه يا أمي؟ لتكوين طبقة رقيقة من السكر حول التمر، ثم بعد ذلك يستخرج من الوعاء ويوضع في الحوض ليجفف. وهذه هي نهاية المطاف، أليس كذلك؟ أجل، وبعد ذلك يسلم لأصحابه. كريمة، كيف أحوال خالد؟ إن شئت الحق لا يعجبه حالك. لما؟ هل تعتقدين أنه سيسكت على ما أنت فيه؟ خصوصا وأن أفضال أبي رحمه الله كثيرة عليه. لا جدوى من الحديث معي. قلت له هذا في رعاية الله يا أمي. سأرد على الهاتف. سأرد أنا. من يا أم؟ ولدي سالم. لما فعلت هذا يا أمه؟ إنه ولدك. لم أستطع نسيان ما فعله بنا يا كريمة. ولكنه ولدك. أعرف أعرف يا كريمة، ويعلم الله أن قلبي يتمزق من الحزن والألم. هل أنت متألمة لأنك تحدثت معه بهذه اللهجة؟ أنا متألمة له ومنه. إن قلبي يتمزق حزنا وألما. إنه ولدي ولدي يا كريمة. We'll be right back.
أمه أمه أمه. ما بك يا حنان؟ بحثت عن ولدي صالح فلم أجد. صالح؟ ولدي ولدي صالح، ولدي صالح، أين ولدي؟ صالح، ها هو يا حنان. صالح ولدي. أين أنتم يا أطفال الأعزاء؟ تعالوا تعالوا تعالوا. أهلا 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 يا أحبائي، أهلا أهلا بكم. لقد أحضرت لكم حلوى من التي تصنعها جدتكم، إنها من مأكولات التمر، تساعد على بناء الجسم والعقل. أريدكم مثل أبيكم، بجسم سليم وعقل سليم. هيا اذهبوا اذهبوا وتغذوا. مرحبا بكم يا أحبائي. غدا غدا بإذن الله سأشتري دارا جديدة وسأشتري أثاثا جديد إن شاء الله. مريم، ما بك؟ أنت غاضبة لأني لم أشتري لك شيئا؟ ها انتظري. انظري إلى هذا يا مريم، انظري. ألا يعجبك اختياري للأقمشة والألوان يا مريم؟ حسنا، هذا هو المال، اذهبي إلى السوق اشتري لك وللأولاد وللدار. خذي. أنا لا أفكر في شيء من هذا أبدا. وفيما تفكرين إذن؟ فلقد وسع الله علينا بالمال، انظري. أفكر في أمي. أمك؟ ماذا بها؟ هذه هي حالتها اليوم. لا، هذا لا يرضيني أبدا. لو كنت معي عند زيارتي لها ورأيت حالتها لحزنت حزنا شديدا. أتعرفين يا كريمة، علينا أن نعمل شيئا يريحها من عناء العمل. سوف ترفض أي مساعدة من أي أحد كان. يبدو أنك لم تفهم المرمى الذي أهدف إليه يا امرأة. أنا لا أريد مساعدتها. إذن ماذا تريد؟ أريد فقط أن تفكري معي جيدا بدلا من جدالي فيما لا يفيد. ما رأيك لو استأجرنا لها عمالا يقومون بالعمل بدلا منها؟ عمال؟ ألا تعرف يا خالد أنها لا تنكشف على أحد؟ وهل هذه معضلة؟ نستأجر فتيات بدلا من العمال. الآن اقتربت من الصواب، ولكن كيف وهن لا يعرفن طريقة الصنع؟ نجعلها تشرف عليهن فقط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نحفظ لها كرامتها. كيف؟ لا عليك أنت، بل أخبرني. نستأجر لها دكانا في السوق ونجعل بكرا يبيع فيه مصنوعاتها، والفتيات يقمن بصنع الأشياء. ها، ما رأيك؟ لا بأس، فكرة جيدة، المهم أن توافق هي عليها. سوف نجرب ولن نخسر شيئا. أهلا بك يا أخي. وبك يا أختي.
أردت فقط أن أخبرك بأني استأجرت الدكان في السوق، فمتى تريدين تزويده إن شاء الله بمصنوعاتك؟ أريد أن أسأل سؤال أولاً. تفضلي يا أختي. من الذي دفع الأجرة؟ هذا الموضوع يجب أن لا يبحث الآن. لا، بل هذا وقت بحثه. من الذي دفع الأجرة؟ أنا يا أختي. حسن، أقبل ذلك بشرط واحد، أن تأخذ مالك من دخل الدكان. لا بأس يا أختي، لا بأس. ولا تحاول خداعي، فإن لم تسترد مالك تركت الدكان وعدت إلى سابق عهدي. ها، اتفقنا؟ اتفقنا يا أختي. حسن يا أخي، اذهب أنت الآن وأرسل لي كريمة. أمرك يا أم سالم، عن إذنك. في رعاية الله يا أخي. ألو؟ من؟ بدر؟ كيف حالك يا بدر؟ أخي بدر، أريد أن أتحدث إليه. كيف حال زوجتك؟ هل أنتما بخير؟ الحمد لله، اطمئنا. ها، كيف حال الغربة معك؟ هل أنت سعيد في عملك الجديد؟ الحمد لله، الحمد لله. ها، صالحة؟ ها هي تريد أن تتحدث إليك. ما حالك يا بدر؟ حصة؟ أين هي؟ ما حالك يا حصة؟ هو ما حال الغربة معك؟ لقد تركتما فراغا كبيرا بسفركما. بدر، اهتم بنفسك، نحن بخير. كفى كفى، دعيني أتحدث. بدر، اسمع، أريد أن أسعد بحفيد منك، هل سمعت؟ اطمئن، أنا بخير، أنا بخير. ها، الحمد لله، تصحبك السلامة يا ولدي، في أمان الله. ماذا بك يا أبي؟ أبداً، إنني حزين لفراق ولدي ابنتي. ولما يا أبي؟ هذه هي الدنيا، لقاء وفراق، أليست هذه كلماتك؟ بلى يا ابنتي، بلى، الدنيا لقاء وفراق يا ابنتي. غدا تتزوجين أنت أيضا وأعيش هنا وحيدا. كلا يا أبي، لن أتركك، سأكون معك. كيف؟ ستكونين مع زوجك لا مع